It should not take much of time. بالنسبة لشهر جويلية، الاتفاق كان أننا نضيف كذلك كميات إضافية في السوق النفطية اللي تبلغ مجموع الأوباك وغير الأوباك 441 ألف برميل في اليوم زيادة، اللي راح تخلي البلدان 23 دولة حسب حصص إنتاجها تتحصل على كميات إضافية في السوق العالمية. حقيقة الانتعاش والتفاؤل شفناه في السوق، لكن القرار النهائي أننا نبقى حذرين ومراقبين كذلك لهذا السوق، إن شاء الله راح يخلي من خلال ذلك التوازن في السوق، استمرار هذا التوازن ولإرضاء كل الأطراف، منتجين والمستهلكين للبترول والمواد البترولية.